الملف الحكومي يراوح مكانه، والبطريرك الماروني ينتقد المتسببين بالحال المأساوية في لبنان. لا معطيات جدية من شأنها بلورة المشهد الحكومي رغم الكثير من المواقف والاتصالات السياسية. جانب مهم من هذه الاتصالات يتولاها بعيدا من الأضواء رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي شغل محركاته مرة أخرى للدفع قدما بالملف الحكومي. في المقابل لم يتوقف سيل البيانات التصعيدية، وآخرها للتيار الوطني الحر الذي لقي ردا من تيار المستقبل. ومرة جديدة حضر الملف الحكومي في عظة البطريرك الماروني بشار الراعي. نرفض هذا الواقع وندين كل مسؤول سياسي أوصل دولة لبنان وشعب لبنان إلى هذه الحالة المأساوية. لم يكن هذا الصرح البطريركي يوما مؤيدا لأي مسؤول ينأى بنفسه عن إنقاذ لبنان وشعبه. لم يكن هذا الصرح البطريركي يوما مؤيدا لسلطة تمتنع قصدا عن احترام الاستحقاق الدستوري وتعرقل تأليف الحكومات. لم يكن هذا الصرح البطريركي يوما مؤيدا لجماعات سياسية تعطي الأولوية لطموحاتها الشخصية على حساب سيادة لبنان واستقلاله. نرجو لكي تتحقق الهدية أن يدرك رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف أنهما انطلاقا من الثقة المتبادلة والمسؤولية المشتركة محكومان بالتشاور وبالاتفاق وفقا للقاعدة التي جرت منذ التعديلات الدستورية عام 90 ما بعد الطائف، إذ كانا يحددان معا المعايير ويختار كل واحد منهما وزراء ثم يتفقان على التشكيلة برمتها. على خط آخر، ينتظر المراقبون حصيلة التحرك الدبلوماسي العربي والغربي في بيروت، والذي تجلى آخر فصوله في زيارة السفير السعودي وليد البخاري إلى المختارة. وقد أشارت مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي عبر الأنباء الإلكترونية إلى أن الزيارة تأتي لترد كل أصوات التشكيك بعلاقة المختارة التاريخية بالمملكة، وهي ذات دلالة في ظل انسداد الأفق أمام تشكيل حكومة قادرة على البدء بالإصلاحات المطلوبة لمساعدة لبنان على النهوض، حيث جاءت الزيارة للتأكيد على أهمية مبادرة التسوية التي طرحها جنبلاط من قصر بعبدة، وأن المملكة ستبقى دائما إلى جانب لبنان وحريصة على سلامته واستقراره وأمنه. وإلى التحرك الدبلوماسي في بيروت، ثمة محطة خارجية يحضر فيها لبنان وتتمثل بلقاء أمريكي أوروبي يعقد الاثنين عبر تطبيق زوم.